معايا طحينة خام، معايا توم مفروم، عصير ليمون، شطة وملح وكمون، ومعايا كمان خل. دي الطحينة بتاعت الأسماك. بعمل ايه؟ انا هجيب بولة اكبر علشان اشتغل براحتي كده. ادي الطحينة بالشكل ده. تسلم ايدك. بصوا كده، هنزل بالخل وهنزل بالليمون بالشكل ده كده، وان احنا نخلط ميه عاديه من الحنفيه، ما تبقاش سخنه ولا اي حاجه. انزل بتوم، ثانيه واحده، حبه من الشطه، حبه من الكمون، وادي الملح، واخلط ده كله مع بعضه. وابدا ان انا بعد كده انزل بميه عاديه من الحنفيه عشان تطلع معايا احلى طحينه ممكن تاكلوها في حياتكم.